عبد الحليم حافظ كان عبارة عن روح عشقت الفن، والفن منحه ما يستحقه من حضور ومن استمرار ومن طول بقاء. الحقيقة عبد الحليم حافظ قدر إن هو يعبر عن كل طبقات الشعب المصري، لم يترك مكانا أو موضوعا يقدر يغني فيه وترك. حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار. توفرت لعبد الحليم أحداث جعلت منه ظاهرة. بعد ثورة يوليو تقر فيها بقى غني عبد الحليم، غنى كل حاجة، كل حدث غناه له وكانت الناس بتصدقه. هذا أنا حليم، غنوة لكل الناس على الجزيرة الوثائقية.